البداية يسعدني أن أرحب بكم جميعا وأشكركم على تواجدكم اليوم معنا، ويسعدني أن أكون متواجد في القاهرة لحضور افتتاح الدورة 155 لاجتماع المجلس الوزاري للجامعة العربية. طبعا شهد اليوم جولات جيدة من اجتماع كان هناك من اجتماعات كان هناك توافق على كثير من الأمور في العمل العربي المشترك، ونتمنى أن تكون هذه الدورة أيضا بداية وفيها خطوات ملموسة ترتقي إلى طموحات شعوبنا التي تتطلع إلينا اليوم. وتم إعادة تعيين وتجديد الدورة لمعالي الأمين العام أحمد أبو الغيط، ونبارك له ونهنيه ونتمنى له التوفيق في مهامه الجديدة وفي استمراره لقيادة الأمانة العامة للجامعة. طبعا ناقشنا قضايا كثيرة تهم شؤون الدول العربية، وكان على رأسها القضية الفلسطينية والقضايا التي تخص الأمن العربي المشترك. والآن من لديه أي سؤال فليتفضل. والله لا أعتقد أن في إطار عمل الجامعة العربية هناك خلط ما بين العلاقات الثنائية للدول والعمل في إطار الجامعة العربية. طبعا سواء إذا تحدثت عن تركيا وإيران، هي دول جوار للدول العربية، وهناك تباين في وجهات النظر بين الدول العربية في هذا الشأن. بالنسبة لنا نرفض التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة، كما نرفض التدخل في الشؤون الداخلية لدولة قطر. و أيضا حفظ سيادة الدول هو أساس لنا في مواقفنا، وفي أيضا ننظر إلى أن لكل دولة الحق في حفظ سيادتها وحفظ أمنها واتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ أمنها. افتح الميكروفون. سؤال مع الوزير فيما يتعلق بالسؤال السابق حول يعني التدخلات بشكل عام دول الجوار، هل كان هناك نقاش مستفيض لفكرة التدخلات لدول الجوار بالأمثلة التي قيل فيها، وهل هناك آليات عربية للتصدي لهذه التدخلات؟ سؤال المعليك، كان في لقاء ثنائي مع وزير خارجية المصري، هل ممكن نطلع على أهم ما دار فيه؟ وهو كان في مقدمات قبل ذلك في اجتماعات في العلا وفي الكويت، يعني انفراجة في العلاقات المصرية القطرية. يعني الحديث على دول الجوار تكرر في تدخلات السادة رؤساء الوفود، وده على الإعلام، يعني ما كانش الحديث فقط قاصر على المشاورات. بالإضافة إلى أنه مجموعة القرارات اللي بتتناول دول الجوار تم التصديق عليها، بالإضافة لنقطة أن هناك اللجنتين المعنيتين بتركيا وإيران أيضا عقدتا، وصدر عن كل منهما بيان عن مواقف وتصرفات كل من هذه الدولة أو تلك، وطرحت القرارات على المجلس الوزاري اللي صدق عليها. يعني في الحتة دي تحديدا ما فيش جديد. بالنسبة للسؤال مع بخصوص العلاقات القطرية المصرية، طبعا شهدنا في شهر يناير الماضي قمة مجلس التعاون في العلا، وكان هناك صدر عنها بيان الذي أنهى الأزمة الخليجية مع دول الرباعي، وكان هناك أيضا لجان متابعة قامت بالاجتماع، منها كان اجتماع قطري مصري، وكان هناك اجتماع وهذا الاجتماع كان إيجابي وبه بعض الخطوات الإيجابية لإعادة بناء العلاقة بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية. وطبعا نحن في دولة قطر والأشقاء في جمهورية مصر جميعا ننظر إلى هذا الموضوع بإيجابية، ونسعى أن تكون
أن تعود العلاقات إلى دفئها وأن تكون هناك علاقات طيبة ومتينة ما بين الدولتين الشقيقتين. واليوم لقائي مع معالي وزير الخارجية أيضا اتسم بروح من الإيجابية والتفاؤل تجاه إعادة العلاقات إلى نصابها الطبيعي بين دولتين عربيتين شقيقتين. معالي الرئيس، أنا أحمد يوسف أبو هارون من جريدة الأخبار. سؤالي عن النهج العربي اللي تنتهج الدول العربية مع الإدارة الأمريكية الجديدة، خاصة في ظل مواقف قد تكون مباشرة بالنسبة للقضية الفلسطينية. شكرا. طبعا بالنسبة للموقف العربي تجاه القضية الفلسطينية، هو موقف واضح وصدر في عدة اجتماعات لمجلس الجامعة، ونحن كدول عربية متمسكين بمبادرة السلام العربية وحل الدولتين على أساس حدود 4 حزيران لعام 67 والقدس الشرقية عاصمة لفلسطين. وأي إدارة أمريكية أو أي دولة أخرى تعمل وفق هذا الاتجاه وتتعامل مع هذا الموضوع بإيجابية، من المؤكد أن الدول العربية ستتعامل معها بطريقة إيجابية وبناء، وستنخرط معها لإعادة إحياء عملية السلام ووضع حد لممارسات الاحتلال الإسرائيلي. قناة إكسترا نيوز، مبروك لحضرتك التجديد معالي الأمين العام. سؤال لحضرتك حوالين القمة المرتقبة القادمة، بالنسبة هل الجزائر ما زالت متمسكة بانعقاد هذه القمة على أراضيها؟ هل حصل أو سيحدث تواصل ما بين الأمانة العامة مع دولة الجزائر في القريب العاجل بهذا الشأن؟ شكرا جزيلا على التهنئة وعلى مشاعرك. فيما يتعلق بالقمة، فكان من المقرر أن يشارك وزير خارجية الجزائر في هذا الاجتماع حتى مساء أمس، ولكن هناك إغلاق، وعندما حدث الإغلاق اتصل وقال أنه لا يستطيع أن يغادر الجزائر في هذه الظروف. طار حديث على القمة وأكد استمرار استعداد الجزائر ورغبتها في تحمل مسؤولياتها في عقد هذه القمة على الأرض الجزائرية، وتحدث عن توقيت ما ليس بعيدا، ولكني لست في حل أن أنا أتحدث عن هذا التوقيت. أضاف أن الجائحة تعقد الموقف أمام الإخوة في الجزائر، ولكن كل شيء وكل التجهيزات جاهزة، وبالتالي ننتظر الموعد اللي هيطرحوه على الأمانة العامة لكي نقوم بتدويره إلى الدول الأعضاء وننطلق في عقد هذه القمة، آمل خلال شهور قليلة. شكرا جزيلا.